توك لما ترات تشكيلة الحكومة هذه متاع سامي الشيشي، أنا وصفتها كونها حكومة متاع الرئيس والاتحاد. عودة محمد الطرابلسي، أنا رأى مثلا محمد الطرابلسي صراحة نجح في وزارة الشؤون الاجتماعية كي كان موجود في الحكومة السابقة، الحكومة اللي قبل من نجحوا في فما ملفات صعيبة برشا تعامل معها أفضل بكثير من الحبيب الكشو، هذه حقيقة من الحقيقة، وسياسي متمرس ونقابي لغير ذلك. لكن فما محمد هنا شو معناها الاستقلالية؟ أنا تو أنا وحكيتها لهنا أكثر مرة، أنا ضد حكومة التكنوقراط. ما نعترفش بحاجة اسمها تكنوقراط. تكنوقراط معناها نتاع إداريين، إداري راهو ينفذ التعليمات. تو كتشوف الإدارة التونسية اللي يخدم في الإدارة يعرفوا. إداري معناها ينفذ التعليمات، التعليمات بتاع شكون؟ التعليمات بتاع السياسي اللي فوق منه. هذا هو الإداري شنو يعمل؟ معناها نتاع مدير عامين ولا نتاع الأساتذة بتاع كلية الحقوق؟ أنا شفنا كلية الحقوق ممثلة بقوة في الـ في الـ في الحكومة هذه. لكن السياسة راهي ماهيش كلها قوانين، معناها السياسة، السياسة راهي رؤى وأفكار. اللي صنعوا السياسة راهم الفلاسفة صنعوا السياسة والحكماء. بعد يجي القوانين الأمور الترتيبية هذيك، الأمور التنظيمية. لما نجي الحكومة، لكن فما حاجات مثلا في الحكومة هذه توا هو اختار مستقل. أنا مثال توا لو كان نحكيه بمنطق السياسة، حزب لما يساند حكومة تكنوقراط ماهيش سياسية، من المفروض الحزب هذا يغلق الحانوت نتاعو، لأن الأحزاب وجدت لإدارة الشأن العام. لما يكون هو خارج الإدارة هذه ويجيب ناس أخرى ما دون السياسة، ماذا يصنع؟ خاصة لما يكون أحزاب فايزة في الانتخابات.